لم يعد مواطنون العاصمة عدن قادرون على تحمل ارتفاع بعض الاحتياجات الضرورية كالخضروات والفواكه التي وصل ارتفاعها إلى أرقام قياسية، حيث يعول البعض ذلك الارتفاع إلى سوء الأوضاع الاقتصادية بالبلاد، مما أجبر البعض منهم على البحث عن أي فرصة عمل مؤقتة لكثير من البائعين. حاليا عندنا لدينا هنا السمكة المتوفرة عندنا من شهر 5 إلى شهر 7، حاليا الآن في شهر 8 ممكن نهاية المنقى. هذه السمكة متواجدة. ثانيا البلس يتكون من أشياء وفوائد لذيذة ومفيدة للأطفال. ثانيا أنها تتواجد بكثرة، مشاق الشجرات البلس في صبر وأبناء تعز المشتهرة بهذه البلس. أنواع الخضار يعني ممتازة جدا، بس المواطن ما يستطيع في هذه الفترة يعني يدرك انه يشتري الاشياء هذه، لان الحالة ارتفعت الاسعار، مع ارتفاع الاسعار مع يعني يلا المواطن المتوسط اصبح الان بالقاع، ما عاد فيش معانا مواطن متوسط، ضاعت الفئة المتوسطة يعني اعتقد ضاعت بالفترة هذه الاخيرة. ومن ناحية الخضروات يعني انواع ممتازة والاسعار صراحة الله يعين المواطنين عليها. تحظى ثمار التين الشوكي أو كما يعرف اسمها بالبلس بإقبال متزايد من قبل المستهلكين خلال فصل الصيف، الذين يحرصون على الاستفادة منها كونها ذات مذاق فريد ونكهة مميزة، حيث نجد الباعة يجوبون الشوارع والأسواق الشعبية بعرباتهم اليدوية باحثين عن زبائن لثمار التين الموسمي. فائدة التين مسالك البولية المعدة، مدة حقوق يعني شهرين، أقا يعني شهر 7 لشهر 8 نستنى السنة يعني موسمه. المواطن ما يقدر يوصل لها، ليش؟ مش الناس في وضع اقتصادي رمها، الناس بلا رواتب ولا يحضر. مش قادرين، يعني الشخص لو يشتري يدخل عياله حبة موز ما يقدر، الكيلو الموز وصل إلى يعني 1000 ريال إلى 800 ريال، صعبة. الكيلو المناصف يعني ب 2000 ريال، الكيلو الفرشك ب 2000 ريال، البطاط ب 1200، البصل يعني ب 1500، الطماط ب 1000، يعني اسعار خياليه، كم دخل المواطن؟ فاكهة التين الموسمية تنعش الاسواق المحلية وبأسعار رخيصة، وتعد في متناول جميع المواطنين نتيجة اقبالها الواسع عليها وعلى بيعها وتسويقها. صفاء السويدي لقناة الغد المشرق، عدن.